مرحبا، معكم أحمد من الشبكة السورية ودرس جديد. درس اليوم سهل عن الموتور واي. هلا في له عدة قواعد، حنبلش نحكي عنهم واحد ورا الثاني. وين جوينينج ا موتور واي، لما بدك تنضم للموتور واي يو ماست اولويز، يجب عليك دائما. طبعا الموتور واي انت بتنضم له دائما بتكون انت على اليسار، ف give way to traffic already on the motorway، افسح المجال للسيارات يلي already سلفاً on the motorway، موجودة عم تسوق اساساً. اذا انت كنت عم تسوق على الموتورواي وفي سيارة بدها تجي من على يسارك، انت ساعتها شو بصير القاعدة؟ بتنتقل على اليمين. انت بتنتقل على اليمين لتفسح لهم المجال، وهلا انت لما بدك تنضم افسح المجال للسيارة يلي سلفاً. بس ليكو هون كوم تو ستوب بيفور جوينينج ا موتور واي، يعني وقف قبل ما تنضم للموتور واي. لا، ممنوع توقف، لانه هو موتور واي اساسا سرعته 70، وانت وقت بدك تنضم له سرعتك بتكون كبيرة، 60 50 او على حسب السرعة المحددة، فما فيك توقف والسيارات اللي وراك كمان جاية. What is the national speed limit؟ حدود السرعة المطلوبة for cars and motorcycles، للسيارات والموتورات. In the center lane، بالصف النصاني of a three lane motorway، يعني الموتورواي هذا ثلاث صفوف. فهلا بالسنتر انو قد ايه السرعة بتكون؟ 70، وعلى اليمين قد ايه السرعة؟ 70، وعلى اليسار قد ايه السرعة؟ 70. هي حدود السرعة واحدة لكل الموتورواي، تمام؟ بس بيفرقوا انه اللي على اليسار بيستخدموه الجميع، الصف اللي على اليسار بيستخدموه الجميع. النصاني وقت يكون اليسار مليان بيستخدموا النصاني، اللي على اليمين بتستخدمه حصرا للتجاوز وترد ترجع. الهارد شولدر هو اللي على اليسار، الصف على اليسار الرابع، بيكون بس اذا تعطلت السيارة، بس اذا تعطلت السيارة او بحالات العجقة الشديدة بيقوموا بيحطوا لك فوق منه اشارة ضوئية انه فيك تستخدمه، ساعتها بتستخدمه. حدود السرعة هي 70. طبعا هي حدود نفسها بالنسبه للدول كارجوي ضمن المدن. شو الفرق بين دول كارجوي والموتوروي؟ انه الدول كارجوي بالمدينه في له مفرع على اليمين، ممكن تكون انت ماشي وبعدين تلاقي اشاره انه فيك تلف على اليمين من هون، تطلع من على اليمين، فالتجاوز بصير على اليمين وعلى اليسار بالدول كارجوي، بينما بالووتروي حصرا من على اليمين تتجاوز. What is the national speed limit؟ حدود السرعة المطلوبة on a motorway، بالموتورواي for cars and motorcycles 70 منها للسيارات وللميتورات. Left lane on a three lane motorway، بثلاث صفوف بالموتورواي، is for use by، لمين بيستخدمه؟ any vehicle، أي مركبة، أي مركبة بتستخدمه. Which of these is not like أي من هدول ليس allowed، مسموح له to travel، إنه يصير in the right hand lane، بالصف اللي على اليميني of three lane motorway. مين؟ الصف اليميني إلا لشو؟ للتجاوز. فاللي ما مسمح له إنه يمشي على الصف اليميني يلي هو بتكون سرعته عادة أبطأ، مين هو؟ A vehicle towing a trailer، يعني مركبة towing a trailer، يعني مركبة وراها قاطرة ومقطورة، فهي دائما بتكون سرعتها ناقص 10، بتكون مثلا سرعة الطريق 70، بتكون سرعتها للمركبة هي افترض ناقص 10 بتكون 60، هي حدود السرعة تبعها. You break down on a motorway، تعطلت فيك السيارة على الموتورواي، you need to call for help، يجب عليك أن تتصل مشان المساعدة. Why may it be better، لماذا من الأفضل to use، تستخدم an emergency roadside telephone، تستخدم التليفون تبع الطوارئ اللي موجود على جانب الطريق، rather than a mobile phone، أفضل لك من الموبايل. ليش أفضل نستخدم التليفون؟ اللي لأنه بالموتورواي بتلاقوا كل شوي وشوي في أراني، مشان إذا حدا صار معه عطل يصفي، وإذا كان صار في حدا بده يتصل في هنيك تليفون على الموتورواي. ليش الأفضل نستخدم نحن هذا التليفون من إنه نستخدم الموبايل؟ It allows easy location، بيسمح للأشخاص اللي عم تتصل فيهم اللي هن خدمات الطوارئ emergency services يعرفوا وين أنت مباشرة. It allows easy location، تحديد موضع سهل by the emergency services من خلال خدمات الطوارئ. After a breakdown، تعطلت السيارة، you need to rejoin the main carriageway، بدك ترد ترجع على of a motorway، يعني لازم ترجع على الطريق الأساسي تبع الموتورواي. طبعا انت تعطلت السيارة فيك منطقية، وين بتكون صافف؟ صافف على الصف الرابع يلي على اليسار يلي هو الهارد شولدر. هلا بدك ترد ترجع، الموتورواي السرعة عليه عادة بتكون 70، ما فيك انت الدول الهارد شولدر تطلع منه وتفوت على اليمين وبعدين تبلش تسرع، لا، انت اساسا سرعتك صفر وانت واقف وفايت على اليمين وبدك سيارات وراك تجي سرعتها 70 وتهدي، لا. شو بتعمل؟ بتستخدم الهارد شولدر نفسه اللي ممنوع الواحد يستخدمه بالحالات العادية، بس لانك كنت بس امرجنسي بتستخدمه، بلش تسرع فيه لتبني السرعة وبعدين بتغمز على اليمين وبتفوت على الموتورواي، تمام؟ فجين سبيد، اكتسب سرعة on the hard shoulder، على الهارد شولدر نفسه، هذا الصف اللي الرابع اللي على اليسار، before moving، قبل ما تنتقل out into the carriageway، يعني على الموتورواي نفسه.
ليك وهون سيارات البطيئة كرولر لين، قلنا انه كلمة كرولر يعني زاحف، وكرولر لين هو الخط للسيارات البطيئة، تمام؟ وين منلاقي هي؟ وين منلاقي هي موجودة؟ on a motorway is found، وين منلاقيها عادة موجودة؟ on a steep gradient. شو معنى steep gradient؟ يعني منحدر أو متدرج، بيخلوا السيارات تروح على اليسار مشان إذا كانت على اليمين هو في لفة، إذا هي فيها لفة بيخلوها على السيارات على اليسار مشان تكون أبطأ وتكون محمية من الميلان وقت اللفة. on a steep gradient، منحدر متدرج أو شيء، تمام؟ وبيسمح طبعا للسيارات الثانية انها تمشي بشكل افضل on a steep gradient. هلا هدول الثلاث اشارات وين منشوفهم؟ هدول على الموتور وين منلاقيهم؟ 3 2 1. شو معناتها؟ معناتها في next exit، في exit، تمام؟ they are countdown markers for next exit. للاكزيت عدوهم 1 2 3. هدول there are countdown markers، يعني 3 2 1. طبعا بتلاقي انت 3، بعدين بتلاقي 2، بعدين بتلاقي 1. هذا ليش؟ اذا انت ناوي تطلع من exit وناطرو فبتلاقيهم بلشوا يشيروا لك انه موجود. اللي بعد منه on a motorway، على الموتورواي the amber reflective studs. الستادز يا احمد، الستادز طبعا الستادز اللي بيسوق بالموتورواي بالليل بيلاقي انه الارض محطوطة عليها استادات ملونة الى الوان، اخضر اصفر احمر وابيض. بدنا نعرف وين هدول الاستادات موجودين مشان نعرف نجاوب على هاي الاسئله. امبر يعني اصفر، reflective studs هي العكسات. can be found، هلا الصفر وين عاده بتلاقوه؟ طبعا على يسارك بينك وبين الطريق، على يسارك بينك وبين الطريق اذا انت ماشي على اليسار، يعني بين السياره وبين الحفه تبع الطريق بيكون احمر. واذا ماشي على اليمين، اليمين بين اللي بينك وبين المنصف الاصفر. بالنص بين الاصفر اللي على اليمين والاحمر اللي على اليسار في البيض. الاخضر وين بنلاقيه؟ الاخضر لما وانت طالع على طريق جانبي او جاية من طريق جانبي، تمام؟ خلينا نشوفهم اذا بنلاقيهم. ليكون هدول هن الاستادات. تعالوا نشوف هاي الصورة. هاي الصورة شايفينها؟ ليكو هون الطريق الابيض، هي الموتوروي 1 2 3، هي الموتوروي، تمام؟ بتلاقي بين الموتوروي والمنصف يلي على اليمين، يعني انت ماشي بسرعه كتير وعم تتجاوز العالم، بتلاقي على يمينك الصفر وعلى يسارك البيض. البيض هو محيطين بالنصاني، بيض بالنص. اللي على اليسار اللي بينك وبين الطرف تبع الطريق ليك وهون وهون، هي حمر. طيب اللي بينك وبين السليب رود يلي هو الطريق الفرعي هذا الخارج من الموتوروي بتلاقيهم خضر. الخضر بيقول لك معناته هون مخرج، هون فيك تطلع من الموتور واي او فيك تنضم له طبعا اذا كان جاي هيك. وليش هون اصفر؟ لانه صار على يمينك هون مع صفر في شيء غير المنصف، وهون الاحمر. فلنحفظهم معناتها، حاولوا تخلوهم بذهنكم. امبر الاصفر وينه؟ the central reservation، يعني بين المنصف والكارج واي اللي هو الطريق اللي انت ماشي فيه. الاصفر ما بين المنصف واللي انت ماشي فيه. هلا عم يقول لك what color reflective studs between the lanes of a motorway، هدول شو لونهم؟ حكينا اللي بالنص شو لونهم؟ ابيض، وايت. اللي بالنص ابيض، اللي هون على اليمين بين المنصف والطريق اصفر، اللي على اليسار حمر، اذا كان في مفرق بيكون خضر. what color انو reflective studs، استضات العاكسة between بين الموتورواي والسليب رود. سليب رود يعني طريق جانبي بين الموتورواي والسليب رود، شو حكينا هون؟ خضر. You're broken down، تعطلت سيارة فيك on a motorway، على الموتورواي. To find the nearest emergency telephone، لتلاقي أقرب تليفون للطوارئ. You should always walk، يجب عليك دائما إنك تمشي. وين؟ طبعا أنت تعطلت فيك، تعطلت فيك، أول شي بتعمله بتصف على الهارد شولدر وبتنزل بتتناوق. شو بتلاقي؟ في عندك مثل شو اسمه، مثل اشارات بتقول لك امرجنسي تليفون، فانت بتلحق هاي الاشارات. اذا كان قريب منك لقدام ومأشرين لك امشي لقدام تمشي لقدام، اذا كان مأشرين لك تمشي لورا بتمشي لورا. ان ذا دايركشن، بجهة شون؟ ان ذا ماركر بوست، يعني بالبوست، بالاشارات الماركر المعلمه، بالاتجاه الموجود المعلم لك، تمام؟ تمشي بالاتجاه المعلم لك. يو ار جوينينج ا موتور واي، عم تنضم على الموتور واي. Why it is important، ليش مهم؟ to
to make full use of the slip road, انك تستخدمه بشكل كامل للطريق الجانبي. ليش؟ اها شو لازم تستخدم فيه؟ انت جاي من طريق جانبي وبدك تطلع على الموتروي، حكيناها، جاي من طريق الجانبي لازم يكون سرعتك حوالي 50-60 ونفترض الموتروي 70، فانت لازم تستخدمه بحذر مشان تقدر تبني السرعة تبعك وتنضم للموتروي بالسرعة اللي ناس ماشي وراك وقدامك فيها، تمام؟ To build up a speed similar، لحتى يكون عندك سرعة مناسبة ومقاربة تترافيك للسيارات او للسير in the motorway اللي هن سلفا ماشيين بالموتروي بالمحلق. Because there is a space available to turn round if you need to، لأنه في مساحة أنت تلف إذا اضطريت أنك تلف، لا خلص ممنوع أنك تلف وترجع ماشي بتكمل. To allow you direct access to the overtaking lanes، مشان تقدر تاخد مثل direct access، وصول مباشر to the overtaking lanes، للصفوف اللي فيك تبلش الدوبل من عليها. لا أنت جاي من على اليسار، الصفوف اللي بالدوبل من عليها من على اليمين، فهذا خطأ قطعا. Because you can continue on the hard shoulder، لأنه فيك تكمل على الهارد شولدر اللي هو الصف الرابع يلي على اليسار، لا ممنوع أنك تمشي عليه إلا إذا حطوا لك. How should you use the emergency telephone on a motorway، كيف فيك تستخدم التليفون تبع الطوارئ يلي موجود بالموتورواي؟ هلأ ماشي لقيت التليفون، لقيت التليفون ورحت شو اسمه تتصل، شو وضعيتك وانت واقف عم تتصل بالتليفون؟ بقى لازم شو بيبي قال قريب من الطريق العام كرجوي، قريب يعني من الموتوروي انت، وخلي ظهرك للسير يعني خلي السيارات وراك، ووقف على الهارد شولدر، ولا فيس دي انكومينج ترافيك، خلي شو اسمه خلي السيارات وشك للسيارات اللي مقابلك، منطقيا خلي وشك للسيارات اللي مقابلك، خلي وشك للسيارات الجاي يلي جاي ماشي، انت واقف عم تتصل بالتليفون اعطي عينك للسيارات الجاي منتبهين لك ولا لا. طلعت على الموتوروي، يو ار اون ا موتوروي، وات كلر، شو اللون؟ ريفلكتيف ستادز يلي هن الصدادات العاكسه، اون ذا ليفت يلي على اليسار اوف ذا كارجوي يلي على اليسار شو هن؟ الحمر. ما قال لك على سليب رود، سليب رود يعني مفرق. 3 lane motorway، 3 صفوف بالموتورواي، which lane، اي صف should you normally use، بالعادة تستخدم الليفت. طبعا نحن اذا انت اللي نفترض بالموتورواي ما في حدا قدامك دائما بتستخدم يلي على اليسار، وبعدين اليمين لما بدك تبلش الدوبل، تمام دائما تستخدم على اليسار اذا ما في اي حدا. شو معنات هذا اللفة هيك؟ معناتها انت ماشي وفي عندك كونترا فلو سيستم، يعني طريق معاكس، حدا جاي بالاتجاه المعاكس، تمام؟ When going through a control flow system، يعني طريق ماشي باتجاه معاكس on a motorway، you should، شو لازم تعمل؟ لازم تفسح المجال بينك وبين اللي مقابلك، ولازم تخفض سرعتك، تمام؟ ف keep a good distance from the vehicle ahead، خلي مساحة كبيرة بينك وبين السيارات اللي قدامك، مشان إذا كان في حدا جاي من بيناتكم يقدر يمرق، تمام؟ keep a good distance. شوفوا الخيارات الثانية، خليك لصيق بالسيارة اللي أمامك، مو صحيح هذا الحكي، اتأكد انه ما فيك تتجاوز 30، لا بتتبع حدود السرعة اللي معلمة وموجودة، وغير اللينة، غير الصف تبعك، ومشان تقدر تخلي السيارات ماشية، لا بتخلي مسافة آمنة بينك وبين السيارات اللي ما قابلك. لاحظوا انه كل الأسئلة وقت بيحطوا لكم سؤال بيحطوا لكم جواب منطقي وثلاث أجوبة، أو الأجوبة الباقية غير منطقية، بيساعدكم هذا الشيء. طبعا ليك وهذا أحمر شو معناته؟ You are on a three lane motorway، انت طالع على الموتورواي اللي فيه ثلاث صفوف. There are red reflective studs، في عندك هدول الصدات الحمر on your left and white ones on your right، يعني في على اليسار حمر وعلى اليمين في بيض. Where are you؟ انت بأي واحد؟ بالصف اللي على اليسار، left hand lane، on the left hand lane. طبعا الهارد شولدر بيكون ورا الحمر. You're approaching roadworks on the motorway، عم تقرب عند roadworks يعني اعمال طرقية على الموتورواي. What should you do؟ شو الشيء اللي لازم تعمله؟ طبعا بيكونوا حاطين لك اشارة قبل بمنيح انه في اعمال طرقية للامام وانتبه، وحاطين لك اشارة بالسرعة المطلوبة، فهي شو لازم تعمل؟ obey all speed limits، obey قطع all speed limits، كل حدود السرعة الموجودة، تمام؟ speed up يعني اسرع اكيد، لا use the hard shoulder always، لا ما تستخدم الهارد شولدر الا اذا هنن قايلين لك، always يعني لا دائما، لا مو دائما.
stay very close to the vehicle in front. مبين انه غلط انك ما لازم تضلك قريب من السيارة اللي قدامك. اي اربعة من هدول يجب عليك الا تستخدم الا يستخدم الموتور واي. اربعة من هدول ممنوع يستخدموا الموتور واي. اول شيء اللي عم يتدرب لسواقة لسه ما اخذ شهادة سواقة نظامية، تمام؟ learner car drivers يلي عم يحاولوا يتعلموا. تاني شغلة يلي عم يخيل على حصان ما بيطلعوا على شو اسمه على الهاي واي، هذا حصان ما له سيارة. اخر شيء تراكتورات تبع الفارم، فارم تراكتورز ما بيطلعوا على الهاي واي هدول. واللي بيسوق البسكليت ممنوع يطلع هاي واي، بسوق بسكليت مستحيل يوصل سرعته للسبعين. اي اربعة من هدول كمان ما لازم يستخدموا الموتور واي، not use motor way. كمان قلنا اللي عم learner car drivers يلي هو شوفيرية السيارة يلي عم يتعلموا يلي لساته عم يتعلم، والموتور سايكلست الليرنر كل شيء ليرنر ما معه شهادة سواقة ما بيقدر انه يطلع، تمام؟ تبعات التراكتور وتبعات البسكليت، farm tractors and cyclists. Immediately after joining a motorway، مباشرة بعد الانضمام للموتورواي، you should normally يجب عليك شو تعمل على الطريق السريع شو؟ keep in the left hand lane، خليك بالصف اللي على اليسار مباشرة. ليش؟ لانه مو معقولة انت تنضم للهاي واي من اليسار للموتورواي وتبلش تقص على اليمين بدك تروح على الصف اللي على اليمين، لا تنضم بتوقف عند بتمشي بصير بالصف اللي على اليسار، تمشي keep up ابقى in the left hand lane بالصف اللي على اليسار، الصف اللي على ايدك اليسار. What is the right hand lane؟ الصف اللي على ايدك اليمين. Used for in a three lane motorway، ليش مستخدم اللي على اليمين؟ قلنا شو هو؟ تجاوز، overtaking. هذا اللي على شايفين واحد هذا الرايت هاند لين، الميدل هاند لين، ميدل لين او ليفت هاند لين، وهذا الهارد شولدر. لشو بنستخدمه؟ قلنا للامرجنسي، stopping in an emergency، توقف في حالات الطوارئ. هلا شوفوا هون 1 2 3 وفي هون هارد شولدر. لاحظوا في عندنا السرعه هون على اليسار 50، السرعه هون 50، وعلى اليمين عطينا اشاره انه لا تكمل مشي بهذا اللين بهذا الصف، فوت على اليسار. فمعناتها عندنا شغلتين، فوت على اليسار وشو اسمه وخلي سرعتك 50. عم يقولوا لك يو ار ان ذا رايت هاند لين، انت ماشي على الطريق اللي على اليمين، قلنا موتور واي بالموتور واي. يو سي ذيس اوفر هيد ساينز، شايف انه هدول فوق منك. ذس مينز شو معناتها؟ معناتها move to the left، انتقل نحو اليسار، and reduce your speed to 50 miles per hour، وخفت سرعتك للخمسين. هي لأنك انت عم تسوق على اليمين. اللي بعد منها you are allowed to stop، مسموح لك انك توقف on a motorway، على الموتورواي ايمات؟ لا لما بدك تشم هوا، ولا لما بدك تطالع حدا عم يأشر لك طالعني، ولا لما بدك تستخدم الموبايل، حصرا لما بحدا بيخبرك انك تعمل هذا الشيء by flashing red lights، انه الاضوية اللي فوق الموتورواي قالت لك وقف stop، تمام؟ قالت لك stop. You are told to do so، انه خبروك هاي الاضوية اللي فوق الطريق قالت لك وقف stop. هون ساعتها بتوقف. احيانا ممكن يقولوا لك لانه في عجلة للامام. You're traveling، عم تسوق along the left hand lane، يعني على طول الصف اللي على اليسار، on a three lane motorway، على طريق motorway في ثلاث صفوف. Traffic is joining from the slip road، هلا بلشت السيارات joining تنضم from slip road من طريق جانبي، من طريق جانبي دخل على الهايوي. شو قلنا؟ قلنا اذا انت كنت الشخص اللي عم تنضم افسح المجال للي على الهايوي، واذا انت كنت على الهايوي افسح مجال للي عم ينضم. فشو بتعمل؟ move to another lane، احرك من على اليسار، انت على الليفت احرك على اليمين، خليهم هنين يرتاحوا وقت عم ينضموا. A basic rule، قاعدة أساسية when on motorways، لما بتكون على الموتورواي is شو هي؟ keep to the left hand lane، خليك ماشي على الصف اللي على اليسار unless overtaking، إلا إذا أنت كنت بدك تتجاوز. مبينة صح؟ قال استخدم ذات هاز ليست ترافيك، استخدم الصف يلي فيه اقل شو اسمه ليست ترافيك، اقل شيء سيارات. لا، لانه عاده هو يلي على اليمين، انت ما بتستخدمه اللي على اليمين هيك دائما، تستخدمه حصرا لما بدك تتجاوز. overtake on the side that is clearest، يعني تجاوز بس تجاوز حصرا على الطرف يلي فاضي، يعني على اليمين تجاوز وعلى اليسار تجاوز. لا، هون حصرا بنتجاوز على اليمين، بالدول كرجوين بنتجاوز يمين ويسار. try to keep above 50 miles per hour to prevent congestion، خليك فوق السرعة 50 مشان ما يصير في احتقان مروري. لا، اذا كان في اشارات عم تقلك خليك اكتر اقل، تمشي على حسب شو بيقولوا لك.
on motorways على الموتورواي you should never overtake يجب عليك ألا أبدا ألا تتجاوز on the left على اليسار unless آها إيمت منتجاوز لما يكون على اليسار لنفترض صار في عنا عجقة مرورية على الموتورواي وصار في خط كتير كتير معجوق تمام وثلاثة مصدودين خلص يعني صرت حاس حالك ماشي كأنك ماشي بالحميدية بالسيارة فهون ساعتها يلي على اليمين بطيء ويلي على اليسار ماشي أسرع هون إجباري أنت بتتجاوز يلي على يمينك لأنه أساسا اللي على يمينك مو ماشي إيه مات شو اسمه يمكن إيه تمام There's a key of slow moving traffic يعني هناك صف من السيارات زحام مروري slow moving traffic سير من السيارات slow moving تتحرك ببطء to your right على يمينك that is moving more slowly than you are يعني هسه هنن أبطأ مما أنت عم تمشي بس مع هيك أنت أسرع منهم لذلك أنت بتقدر ساعتها تتجاوزهم motorway emergency telephones تليفونات تبعات الطوارئ اللي على الموتورواي are usually عادة linked to the police عادة لما دغري بترفع السماعة وتتصل مين بيرد عليك البوليس الشرطة in some areas ببعض الأماكن there are now linked to مرتبطين أيضا بمين طبعا إذا ما كانت الشرطة فهن المسؤولين إدارة الهايوي أو الموتورواي فهي the highways agency control center مركز التحكم agency وكالة مركز وكالة التحكم بالطرقات الهايوي أو بالموتوروي فهو هذا الخيار الصح in emergency refuge area شو هي emergency refuge area خلينا نشوفها لاحظوا هون عنا موتوروي في واحد اثنين ثلاثة ولاحظوا هون في هارد شولدر هلا بتقولوا لي ليش في سيارة مرسومة انه ماشي على الهارد شولدر ببساطة لانه ليكو تناوقوا هاي اللافتة الضوئية عم تقول لك واحد اثنين ثلاثة وهون عطيتك اشارة سرعة خمسين حدودك معناتها فيك تستخدمه هلا نحنا سؤالنا هو ريفيوج اريا امرجنسي ريفيوج اريا شو معناتها اريا منطقة ريفيوج ريفيوج للملاذ طبعا نحن عليمين والضليعين بهي الكلمة emergency للشو اسمه للطوارئ فهي القرنة اللي نفترض صار معك مشكلة احيانا بتكون موجودة كل اماكن محددة محطط لك هون منطقة بتصف فيها ساعتها وبتتصل للمساعدة وما بتزعج حدا ولا حدا بيزعجك تمام emergency refuge area منطقة للطوارئ شو هي is an area هي منطقة on the motorway على الموتورواي for use للاستخدام in cases في حالات of emergency الطوارئ or breakdowns أو العطال what is an emergency refuge area on a motorway for كمان عم يسألني what is an, ليش هي المنطقة تبع الطوارئ بالموتورواي مستخدمة to use in cases of emergency or breakdowns للاستخدام بحالات الطوارئ والتعطل breakdown highways agency traffic officers هاي ايجنسي وكالة ترافيك اوفيسر اللي هو ضابط مواصلات هايويز ايجنسي اللي هي وكالة الهايوي اللي هو الطريق السريع فهذا الضابط تبع هي الوكالة بيقدر انه يوقفك على الموتورواي ويقول لك الحقني يطلع من هون روح من هنيك بحسب شو بيقرا ار ايبل الاوفيسرز الضباط ار ايبل قادرون to stop انه يوقفوا direct anyone ويوجهوا اي شخص on a motorway على الموتورواي هاي الاشارة ضرب شو معناتها you are on a motorway ماشي على الموتورواي a red cross صليب احمر او اشارة ضرب حمراء is displayed معروضة above the hard shoulder فوق الهارد شولدر فوق الصف الرابع يلي على اليسار شو معناتها اشارة ضرب معناتها ما فيك تستخدمه What does this mean? شو معناته ما فيك تستخدمه؟ طبعاً للمشي. أما إذا تعطلت سيارة فيك تستخدمه. تمام؟ You should not travel in this lane. يجب عليك عدم السير في هذا الخط. You are on a motorway. ماشي على الموتورواي. In an active traffic management area. شو معنات active traffic management area؟ منطقة تحكم بالسير فعالة شو معنى منطقة التحكم بالسير فعالة يعني عمليا بيكون في أضوية وفعالين هلأ بتجيهم تعليمات من الوكالة وبيقولوا لك حط السرعة هون 50 أو حط السرعة هون 40 أو خليهم ينتقلوا من على اليسار فهي عبارة عن اللوحة الضوئية اللي بتشوفها على الموتورواي هي هي بيسموها Active Traffic Management Area خلينا نرد نعيد نشوف طب الصورة
هاي بيسموها Active Traffic Management Area. ليش؟ لأنه بتتحكم بالسير بشكل فعال، هنن بيخلوها تصير 50 وهنن بيسكروا من هون الهارد شولدر وهنن بيرفعوا السرعة من هون وهنن بيحطوا لك إشارة تنتقل نحو اليسار، بيسموها Active Traffic Management Area. A mandatory speed limit يعني mandatory إجبارية، speed limit حدود السرعة الإجبارية is displayed ظاهرة above the hard shoulder هون فوق الهارد شولدر على الطريق اللي على اليسار، ظاهر انه في رقم 50. What does this mean؟ شو معناتها؟ اذا حاطين لك فوق الهارد شولدر رقم 50 معناتها سرعتك عليه بتكون 50، معناتها انت مسمح لك توصل لهي السرعة، معناتها مسمح لك تسوق. فذي هارد شولدر، الهارد شولدر اللي على اليسار can be used، يمكن استخدامه as a running lane يعني كصف فيك تمشي فيه، بيستخدموه وقت حالات العجقة. The aim of an active traffic management scheme يعني الهدف من هدول الإشارات الضوئية اللي موجودة فوق الطرقات المرورية on a motorway على الموتورواي is شو؟ reduce congestion، انه يخففوا احتقان. كيف؟ قدامهم مثلا لقدام بعد شي 10 ميل بتلاقي في عجقة بالسيارات، فانه بيطلبوا من السيارات اللي قبل انه تمشي بسرعة 50 بدل 70 عشان لما توصل لعند هديك القرنة يكون الاحتقان خف، وهكذا. Reduce congestion. You are in an active traffic management area. يعني on a motorway. أنت بهي المنطقة اللي فيها هدول الأضوية. When the actively management mood, managed mode is operating. When the actively managed mode is operating. لما بيكونوا شغالين الأضوية. Actively managed mode is operating. يعني شغالين الأضوية. إذا مو شغالين معناتها القاعدة الأساسية بتمشي بحسب السرعة الأساسية اللي هي 70. بس لما بيكونوا شغالين شو معناتها؟ speed limit signals are set. speed limit signals إشارات بحدود السرعة are set موجودين، بيكونوا ظاهرين صحيح. أما الخيارات الثانية إنه speed limit السرعة حدود السرعة are only advisory فقط منصوح بها، منصوح بها نحن ننصحك، لا وما في شيء منصوح به، هي obligatory إجبارية. the speed limit is always 30، لا مو ضروري، بجوز 50 بجوز 40 بجوز 70. national speed limit will apply يعني حدود السرعة العادية المعروف فيها، لا ما هو أساسا نستخدمه نحن لأنه national speed limit هم ما لا applied يعني ما لا 70. طالع أنت ولقيت الإشارة الضرب، you are traveling on a motorway red cross is shown above the hard shoulder، فوق الهارد شولدر هذا الصف اللي على اليسار، اليسار اليسار يعني يسار الصف تبع الموتورواي، شو معناتها؟ ما فيك تستخدمه. Do not use lane to travel in، لا تستخدم هذا الصف لحتى تمشي فيه. You can why can it be an advantage، لماذا يمكن لها ان تكون advantage for traffic، من advantage شغله جيده للترافيك، speed للسرعات المروريه to stay constant over a longer distance، انه تكون ثابتة على مسافات طويلة. منترجم السؤال من جديد، ليش من مصلحة السيارات انه تكون سرعتها ثابتة على مسافات طويلة؟ ليش؟ your overall journey انه رحلتك بشكل كامل time وقت الرحلة الكامل تبعك will normally improve بتحسن. يعني لنفترض انه انت حافظت على سرعتك 70 طول الرحلة تبعك، قال بتحسن الوقت تبعك. طب ما هو منطقيا انا فيني حافظ على سرعتي 70 واطلع بعدين 90 و100 و120 وبتحسن لسه اكثر واكثر. بس هون يعني بيحاولوا يقنعوكم انه هذا الخيار من مصلحتكم وبيحافظ عليها. او شغلة تانية انه هنا ما بدهم اياك انت تكون ماشي 70 وترد تبطئ لل 60 ترد تبطئ لل 50، حافظ على سرعة واحدة السرعة المطلوبة وتلاقي انه سرعتك وصلت بشكل اكبر. You should not normally، يجب عليك عادة travel الا تو not normally travel الا تو تسافر عادة on the hard shoulder، لان الهارد شولدر اللي هو اللي على اليسار اليسار of a motorway. When can you use it؟ ايمت بيسمح لك؟ ايمت؟ When signal direct you to، لما الإشارات when signs direct you to، لما الإشارات direct you to بتقلك استخدمه أو بتوجهك إنك تستخدمه. هذا اللي على اليمين لشو overtaking، تمام؟ overtaking other vehicles لتجاوز السيارات الأخرى، بس مو للي بيمشوا أكثر من 70، ما أنت ممنوع تطلع فوق 70 بهي البلد، تمام؟ for turning right الانعطاف نحو اليمين، لا هذا motorway ما في لفة على اليمين، الدول كارجوية في انعطاف نحو اليمين على الموتورواي. what is used to reduce traffic bunching،
يعني كمان استخدام انه شو الشيء اللي يتم استخدامه لحتى نخفض العجقة تبع السير، variable speed limits اللي هي حدود سرعة مختلفة عن طريق الإشارات الضوئية. When should you stop on a motorway؟ ايمت مسمح لك او يجب عليك انك توقف؟ should you stop يجب عليك انك توقف على الموتورواي. If red lights show above every lane، يعني لنفترض جيت لعند اللوحة التحكم الضوئية ولقيت الأربع إشارات اللي فوق عاطينك إشارات ضرب، معناته وقف وقف، في شي لقدام صاير وقف، تمام؟ لما عم يرن موبايلك لا، لما بدك تشوف الخريطة لا، ولما بتكون تعبان وبدك تستريح وتقوم توقف على اليسار لا. When told by, to by the police، لما الشرطة بتقلك، تمام؟ لما الشرطة بتقلك وقف بتوقف. When signaled by a high agency traffic officer، يعني لما بيأشر لك officer ضابط من جماعة الهاي واي. When may you stop on a motorway، when may you يعني may مو should، should يعني يجب، may يمكن لك أن تتوقف على الموتورواي. لما بدك تقرا خريطة لا، لما بدك تشوف الموبايل لا، هدول القصص بتطلع برا الموتورواي وبتعملهم ترد بترجع. When you are tired and need a rest، كمان تعبان وبدك ترتاح بتطلع برا الموتورواي وبعدين ترجع. In an emergency or breakdown، لما بتتعطل سيارتك او يصير معك حالة طارئ فيك انك توقف، يسمح لك بانك توقف. You're traveling on a motorway، عم تمشي على الموتورواي. Unless signs show a lower speed، يعني اذا ما كان في اشارات مرورية عم تفرجيك show a lower speed limit، حدود سرعة اقل، you must not exceed، يجب عليك ألا تتجاوز قديش الموتورواي، يعني السرعة العليا على الموتورواي هي 70. موتورواي emergency telephones، تليفونات الطوارئ تبع الموتورواي، are usually linked to the police، عادة متواصلين مع الشرطة. بيسألوك هلا مين ممكن يكونوا متصلين لهم أيضا؟ A highway agency control center، يعني المركز تبع التحكم بالهايويز. You are on a motorway، على الموتورواي. There are red flashing lights، أضوية حمراء عم تشعل وتطفي above every lane، فوق كل خط. خلص شو معناتها؟ stop and wait، وقف. above every lane يعني الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، وحتى على hard shoulder. خلص معناتها في شيء قدام، وقف and wait. شوفوا هون، you are on a three lane motorway، ماشي على الموتورواي. A red cross is shown above the hard shoulder، هذا الصف اللي على اليسار فوق منه إشارة ضرب حمراء. And mandatory speed limits above all other lanes، وحدود سرعة عليا إجبارية فوق الصف الباقي، every other lane على يعني كل الصفوف الباقية. This means، شو معناتها؟ The hard shoulder is for emergency or breakdown use only، يعني حصرا بتستخدم هذا هون إذا تعطلت سيارتك أو إذا صار في معك حادث، تمام؟ أما باقي الخيارات تبع إنه فيك تستخدمه إذا كنت تعبان، أو فيك تستخدمه وتمشي فيه بمسير عادي، أو فيك تستخدمه السرعة 50، لا غلط، كلاتهم غلط، لأنه طالما إشارة ضرب معناتها بيرجع لوظيفته الأصلية اللي هي حصرا للطوارئ. هلأ هون ليكو صارت في إشارة 50 فوق منه، صار فيك تستخدمه مثل الباقي، تمام؟ You are on three lane motorway، you see the signs، this means that you can use، عم يقول لك الهارد شولدر، شفت هاي الإشارات شو معناتها؟ فيك تستخدم، قال لك الهارد شولدر only يعني الصف اللي على اليسار لحاله لا، any lane except the hard shoulder، أي صف ما عدا الهارد شولدر اللي على اليسار لا، أربعتهم. The three right hand lanes only، يعني الثلاثة اللي على اليمين حصرا لا، all the lanes كل الصفوف including the hard shoulder مع الهارد شولدر. الأسئلة هي عبارة عن أسئلة فهم. You're traveling on a motorway، ماشي على الموتورواي. You decide you need a rest، قررت إنه بدك تستريح. You should، بدك تستريح اطلع على برا يا حبيب. Pull in the nearest service area، اطلع على nearest service area، أقرب منطقة خدمات وريح هنيك على راحتك. You are on a motorway، you became tired، قررت إنك تتعب. And decided you need a rest، إنه قررت بدك تستريح. What should you do، شو الشي اللي لازم تعمله؟ Leave at the next exit، احمل حالك واطلع، اخرج برا يا حبيب، برا. You are towing a trailer، يعني قاطرة ومقطورة. On a motorway، على الموتورواي. شو السرعة على الموتورواي؟ 70، نقصوا من 10 وتصير 60. What is your maximum speed limit، maximum طبعا فيك تمشي أقل من 60 انت، بس الماximum تبعك إذا أنت حامل قاطرة ومقطورة دائما بتنقص 10 من السرعة المسموحة على الطريق.
إذا كان الموتور واي السرعة العليا هي 70 بتنقص 10 بتصير 60، إذا كان دول كارجوي ضمن المدن السرعة القصوى المسموح بها هي 70 بتنقص 10 بتصير 60، إذا سنجل كارجوي سنجل يعني فقط رايح ما في رايح وجاي السرعة القصوى تبعه 60 قاطرة ومقطورة بتصير 50. ليفت هاند لين الصف اللي على اليسار اون موتور واي شود بي يوزد فور لمين يستخدمه؟ لكل العالم تمام؟ نورمال درايفنج السياق العاديه مو اوفرتيكنج تجاوز بالعكس من على اليمين بريك داونز اند امرجنسي يعني الحالات الطوارئ ما بنستخدم الليفت هاند لين نستخدم اللي على يساره الهارد شولدر سلو فيكلز اونلي حصرا للمركبات البطيئه لا اي مركبه فيها تسوق من عليه يور درايفنج اون ا موتور واي عم تسوق على الموتور واي يو هاف تو سلو داون كويكلي ديو تو هازارد يجب عليك ان تبطئ بشكل سريع بسبب خطر يو شود هون ساعتها شو بتشغل switch on your hazard lights شغل أضوية الهازارد ليش مشان اللي وراك يعرف ليش بطأت مو انه والله انت قررت انك تبطئ هيك وتنبه اللي وراك to get a puncture on a motorway you get a puncture on the motorway بنشر الدولاب فيك على الموتورواي you managed to get your vehicle into the hard shoulder وقدرت انك توصل السيارة تبعك على الهارد شولدر الصف اللي على اليسار you should شو لازم تعمل هون تتصل بالمساعدة use the emergency telephone تستخدم تليفون الطوارئ and call for assistance تطلب منه المساعدة تتصل للمساعدة I'll only change the wheel if you have a passenger to help you يعني حصرا بتبدل الدالوب إذا في حدا بيساعدك لا ممنوع انك تبدل انت الدالوب على الموتورواي ممنوع change the wheel yourself immediately تغير الدالوب ممنوع تتصل فيهم بيجوا بيجروك try to wave down another vehicle for help انك تأشر لمركبة تانية للمساعدة لا You're driving on a motorway by mistake بالغلط You go past the exit يعني كم بدك تطلع من على اليسار المفرق وبعدين للأسف كملت لقدام You wanted to take لا بتوقف ولا بترجع أنريه ولا الحل الوحيد انك تكمل لقدام وتطلع من المخرج اللي بعد منه Carry on to the next exit بتكمل عند المفرق اللي بعد منه You're driving at 70 miles per hour هي سرعتك 70 on a 3-lane motorway على الموتorway There is no traffic ahead ما في قدامك سيارات ما في حدا غيرك بالطريق والسرعة 70 which lane should you use اي لين تستخدم اي شيء تستخدم الليفت لازم العادة العالم كلها تضل على اليسار الا اذا كان مليان your vehicle has broken down تعطلت على الموتورواي المركبة تبعك تعطلت على الموتورواي you are not able to stop مالك قدران انك توقف on the hard shoulder على اليسار what should you do يعني لنفترض خلص وقفت بالنص وقفت ما عاد قدرت تمشي لا بتقدر تلف على اليسار ولا تقدر تلف على اليمين switch on your hazard warning lights شغل الأضوية تبع انه في خطر hazard عشان اللي حواليك يعرفوا why it's particularly important ليش مهم بشكل يعني محدد to carry out a check on your vehicle انك تشيك السيارة تبعك تعمل لها فحصة تعمل لها هيك نفطة check on your vehicle before making a long motorway journey قبل ما تحمل حالك وتسافر على اسكتلندا ان كنت بالجنوب او على لندن او برايتون ان كنت في الشمال ليش لانه الكونتينيوس هاي سبيدز السرعات العاليه الكونتينيوس المستمره may increase the risk قد تزيد الخطر of your vehicle breakdown انه تتعطل سيارتك فمشان هيك تفحصها انت لتاكد انه ما في مشكله الخيارات الثانيه خيارات غير منطقية you're driving on a motorway عم تسوق على الموتورواي the car ahead السيارة قدامك shows its hazard lights شغلت أضوية الهازارد المثلث تبعها for a short time لفترة قليلة شو معناتها this tells you that شو معناتها بخبرك هذا الشيء انه traffic ahead السير قدامه is slowing or stopping suddenly انه يا بطأ كتير يا صار في فجأة تمام فصار في تعرف انت انه لازم تبطئ مباشرة You are intending to leave the motorway قررت انك تغادر الموتورواي at the next exit على المخرج التالي Before you reach the exit قبل ما توصل على المفرق You should normally position your vehicle يجب عليك عادة انه تحط تموضع السيارة تبعك المركبة تبعك إذا بدك تطلع أنت من الموتورواي عندك تطلع من على اليسار يعني لازم تموضع نفسك in the left hand lane in the left hand lane على الصف اللي على اليسار مو الهارد شولدر ما فيك تمشي فيه As a professional license holder, إذا أنت معك شهادة سواقة professional شرطية, you should not drive a car. يجب عليك ألا تسوق السيارة وين؟ على الموتور. Your vehicle breaks down. السيارة تبعك تعطلت. On the hard shoulder of the motorway. يعني صفيت على اليسار الصف اللي لازم تصفى فيه. Hard shoulder. You decide, قررت to use your mobile phone to call for help. قررت تتصل بموبايلك.
يشهد شو يجب عليك تعمل. هلأ أنت بدك تتصل للمساعدة وقررت تستخدم موبايلك، يعني ما قررت تستخدم التليفون المخصص للطوارئ الموجود على الهايوي، فشو لازم تعمل؟ لازم تعرف وين أنت. check your location، تأكد من موقعك from the marker posts on the left، من العلامات الموجودة marker post، العلامات الموجودة on the left على اليسار، بيكون في علامات على الطريق، تعرف وين موقعك عشان تتصل فيهم تقول لهم أنا عند النقطة 365 أو شي شغلة. You are on a three-lane motorway towing a trailer، يعني معك قطرة ومقطورة towing a trailer. You may use the right-hand lane، يمكن لك أن تستخدم الصف اللي على اليمين. When حصراً أيمات there are lanes closure، شو معنى lanes closures؟ يعني مسكرين الباقي، يعني حصراً اليمين مفتوح ومسكرين الباقي، هون ساعتها بقاطرتك ومقطورتك شرف ومشي على اليمين. عدا عن هيك ما فيك تستخدمه. شوف الخيارات الثانية، انه قال اذا فيك تخليك تضلك بسرعة عالية، لا ممنوع عليك، و there is slow moving traffic، وانه انت والله مثلا على اليسار بطيء السير، لا ممنوع تستخدمه اللي على اليمين اذا معك قطرة ومقطورة. large vehicles are in the left in the center of the lane، يعني انه المركبات اللي على اليسار وبالنص كبار، فانت روح على اليمين، لا ممنوع عليك. You are on a motorway، طالع على الموتورواي. There is a contraflow system ahead. Contraflow يعني إلنا اتجاه معاكس. Flow تدفق. Contra معاكس. تدفق معاكس. Contraflow system يعني أنت بالعادة الطريق ماشي لقدام، بس بجزء منه بتلاقي فيه مسير معاكس لسيارات، لباصات، لشاحنات، يلي هو. What would you expect to find؟ شو الشيء اللي بتتوقع إنك تلاقي؟ Lower speed limits، حدود سرعة أقل. يعني انت على الموتور واي سرعه 70، بس لما بيكون كونترا فلو سيستم يعني مسير معاكس بنصه، ما بعرف كيف بتصير للامانه ما شفتها، بس ساعتها تتوقع انه يكون في حدود للسرعه. في حدود للسرعه on a motorway، على الموتورواي. You should only stop on the hard shoulder. كلمه hard shoulder شايفين هون ممنوع حصرا بتوقف. شو اذا كنت تعبان؟ لا. اذا بدك تطالع حدا؟ لا. إذا أنت غلطت ونسيت تطلع من المخرج؟ لا. بس in an emergency or breakdown، بحالة طوارئ أو التعطال. خلصنا اليوم.